السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبنائي التلاميذ، أتمنى أن تكونوا بألف خير أنتم وكل من تعزون. إذا نواصل شرحنا مادة الرياضيات وصوم زاريبي أونور غاس من لو برودوي لا ديفيزيون. يعني وصلنا إلى الأعداد الجذرية، الضرب والقسمة، ليزيكزارسيس دابروفونديسمون، يعني سميتو تمارين التعمق. لابروفونديسمون يعني التعمق في الشيء، يعني دخلنا إلى المسائل الجادة. لا باج 49 دون لونيفير بليس، يعني دوزيام اني كوليجيال، يعني صفحة 49 كتاب ديال لونيفير بليس. وهذا يعني اننا لن نستفيد من ذلك، يعني تابعوا معنا ستعرفون كيف نقوم بالضرب والقسمة بالنسبة للأعداد الجذرية التي هي على شكل قوسو. إذا التمرين، وصلنا إلى التمرين 24، نصوم زغيبي أو ليكزارسيس 24. تتكتب أنت بطريقة صحيحة الجواب جو روكوبي إي كومبليت، هما قال لك روكوبي إي كومبليت، تبي تكتب جو روكوبي إي جو كومبليت، وهكذا ننجز العملية. إذا لاحظوا، نو زافون 7 سور 8 ديفيزي بار 5 سور 3، وقال لنا النتيجة سنكتبوها هنا. إذا يقول عندنا بحال هكا 7 سور 8 ديفيزي بار 5 سور 3، قال لك ديفيزي أن نومبر، مثلا قال لك شوف انت ركزوا معايا، مثلا عندنا افترض مثلا سعود على 5، وبغينا نقسموها على 3 على 4 باش تساوي هادي. قال لك ديفيزي ان ديفيزي ان نومبر راسيونيل بار ان نوت روفي لو ملتيبلي بار لوك سون انفيرس. قال لك مي تبي نقسمو بحال هكا، هاد سعود على 5 بنقسمو على 3 على 4، يرجع الامر الى ضربه في المقلوب ديالو، ملتيبلي بار سون انفيرس. شنو المقلوب ديال 3 على 4؟ هو 4 على 3، تعني تنحولها الى عمليه الضرب، وتنقوم بعمليه الضرب بطريقه المعتاده التي تعرفونها. اذا ملي تبي نقسمو على شي رقم تنضربو في لانفيرس ديالو. اذا شنو هو عندنا 7 سور 8 ديفيزي بار 5 سور 3، بغينا نضربو في المقلوب ديال 5 سور 3 هو 3 سور 7. اذا درنا 7 سور 8 ديفيزي بار 5 سور 3 3 تتولي 7 سور 8 ملتيبلي بار 3 سور 5، هي تندير 7 فوا 3 صافي بها حتى هي تعطينا 21، و 8 في 5 هي 40. الى ايغيديكتيف هذا الرقم يمكنناش نحتاج به، لان 40 ما عندنا سميتو 21 تلقاو في جوج الضرب ديال 3 و 7، و 40 ما كايناش في هذا الجدول. اذا ننتقل الى التمرين 25، قال لك افيكتيفي الكالكيل اي دوني لو ريزولتا سو فورم، يعني سامبليفي، قال لك انجز الحساب واعطي سميتو النتيجه بطريقه مختزله. تتكتب انت بطريقه صحيحه جي فيكتيو لي كالكول، يعني انجز الحسابات واعطي النتيجه. اذا نفس الشيء كيف قلنا قبيلا بالنسبه اون فا ديفيزي با 2.3 بار 3.5 روفيا لو ملتيبلي بار سون انفيرس. عندنا ديفيزي 2 سور 3 بار 3.5 بين نضربو في المقلوب ديالو في لانفيرس ديال 3 سور 5 هو 5 سور 3، وتنديرو عملية الضرب بطريقة سهلة. إذا نكتبو لو تخي دو لا فراكسيون، الخط ديال الكسر، وتنديرو لو نيميراتور في نيميراتور، أو ملتيبلي لو نيميراتور بار لو نيميراتور، أو لو دينوميناتور بار لو دينوميناتور، هكذا 3 فوا 3 تعطينا 10 سور 9، 2 في 5 هي 10، 3 في 3 هي 9. بي نفس الشيء عندنا 5 سور 7 ديفيزي بار 4 سور 9، بغينا نديرو تتساوي 5 سور 7 ملتيبلي بار لانفيرس ديال 4 سور 9 هو 9 سور 4، وتنرجعو لعملية الضرب اللي ساهلة تدربنا عليها في التمارين السابقة، اللي تعطينا 5 ملتيبلي بار 9 ديفيزي بار 7 فوا 4 هي 5 في 9 هي 45، وهنا 28. إذا ميمكنناش نختزلوها، لأن هادي تلقاو جدول الضرب تاع 5 وجدول الضرب تاع 9، هادي مكايناش فيهم. إذا نفس الشيء عندنا 5 هنا، واخا رقم واحد ولكن بحال عندنا 1 في الأسفل. إذا ولكن بخوميغمون أون فا ديتيرميني لو سين ديال لو برودوي، تنحددو الإشارة ديال هذا فيه بلوس وهذا فيه موان. إذا أول حاجة تنكتبو الإشارة هي موان، حيت عندنا 5 ديفيزي باغ موان 4 سور 3 كتعطينا موان 5 ملتيبلي بار لانفيرس ديال 4 سور 3 هو 3 سور 4، ونجزو العملية بطريقة صحيحة وما نساوش الإشارة، بتعطينا 5 فوا 3 سور 4، إذا بتعطينا موان 15 سور 4 إلى إيغيديكتيف، وتنكونو هكذا أنجزنا التمرين. ننتقل إلى التمرين 26، ليكزارسيس 26، قالك ليزيكاليتي سويفون سونتيل فاي، واش هاد
هذه المتساويات هي صحيحة أم خاطئة؟ بيتبوك ده معنى وي ولا لا؟ إذن عندنا تتلاحظ عندنا 3 sur 4 ديفيزي بار 1 sur 9 كتبوا 3 sur 4 ديفيزي بار 1 sur 9 مثلا نكونوا مثلا عندنا شكل تنقراو هذا كيف نقراو العامل مثلا الكسر كيف نقراو مثلا عندنا 5 كبيرة على باش نقراو هذه 5 sur 9 هي 5 هي 5 ديفيزي بار 9 5 مقسومة على 9 كذلك إذا كان عندنا كسر في الأعلى وكسر في الأسفل هذا مقسوم على الآخر مثلا عندنا 7 على 4 وخط الكسر الخط الكسر الكبير هو هذا وهنا 3 على 5 هذا مقسوم على هذا تكتبوا 7 سور 4 ديفيزي بار 3 سور 5 هذا الشيء اللي كتبوا لينا هنا إذا واش العملية صحيحة ولا خاطئة إن هذه ليغاليتي 3 سور 4 ديفيزي بار 1 سور 9 تتكون تكتبوا هنا وي إلي فغي هذه ليغاليتي إلي فغي وهكذا ننتقل إلى الجهة الأخرى من السبورة إذا بالنسبة للجهة الصفورة on a 4 sur 5 sur 2 est-ce qu'il est égal à 4 divisé par 5 sur 2 تنعرف بأن هذه كتابة 4 هذا الخط يعني قسمة 4 مقسومة على 5 على 2 إذا هذه العملية فهي صحيحة تنسبو تما فغي وي كذلك بالنسبة لهنا بالنسبة للسؤال السي عندنا 9 sur 7 divisé par 6 واش هذه صحيحة تتساوي 9 divisé par 7 sur 6 إذا تتبين بالترتيب ديال الأرقام بأنه خطأ غادي نكتبو هاد الجزء الأول 9 sur 7 ديفيزي بار 6 هي 9 sur 7 ملتيبلي بار 1 عفوا ملتيبلي بار لانفيرس ديال ملتيبلي بار 1 sur 6 هكا غتكون عندنا هاد العملية الأولى تكون 9 sur 7 ملتيبلي بار 1 sur 6 يعني تقريبا تكون عندنا 42 بالنسبة للجهة الأخرى 9 sur ديفيزي بار 7 sur 6 فتعطينا 9 ملتيبلي بار لانفيرس ديال 7 sur 6 هو 6 sur 7 إذا فهي فوق ننتقل إلى التمرين 27 قال لك جو ريكوبي إي جو كومبليت لي زيغاليتي يعني أنقل وأكمل المتساويات إذا عندنا هنا لاحظوا هنا بالنسبة للسؤال أ أون 3 sur 5 ملتيبلي بار 5 سور كيف شو إي تيكال 18 غادي نشوفوا هذا الجزء الأول من المتساوية أش بيعطينا لو كان لوحدين إذا عندنا 3 على 5 مضروبة في 5 بتعطينا فقط 3 هل 3 تساوي 18 لا اذا خاصنا نضربو في لانفيرس ديال 3 بنضربو 1 على 3 باش تعطينا 1 لان 18 على 35 هي 1 مضروبه في 18 على 35 هكذا غتكون تقريبا اذا غتعطينا خاصنا نضربو 3 مضروبه عفوا تساوي تساوي 18 تساوي 3 ملتيبلي بار 18 sur 105 إذا هنا خاصنا نكتبو هنا 18 هنا نضربو في 18 وهنا نضربو في 105 هنا خاصنا نضربو في 18 هنا مضروبة في 18 وهنا 105 هكذا تكون أجبنا على السؤال لاحظوا هنا هنا 11 sur 3 ملتيبلي باغ كيك شوز صافي 1 شنو هو الرقم اللي تنضربوه سميتو في شارع رقم وتعطينا 1 تي هو الانفيرس ديال 3 ديال هذا اذا 11 سور 3 ملتيبلي بار الانفيرس ديال 11 سور 3 3 سور 11 غادي نشوفوا العمليه صحيحه ولا خطا اون 11 ملتيبلي بار 3 صافي 33 وفي التحت لتحت عندنا 3 ملتيبلي بار 11 صافي 33 و 33 على 33 هي 1 اذا هكذا تكون غنكون اجبنا هذا السؤال باقي له الى سي اون 3 سور 5 ملتيبلي بار كيك شوز صافي 5 sur 2 نفترضوا مثلا كون كان عندنا هنا واحد اشنو هو الرقم اللي تنضربوه في 3 على 5 باش يعطينا واحد والعكس ديال 5 على 3 هو 3 على 5 هو 5 على 3 الحد ساعه ما اجبناش عن الجواب عندنا 3 تنختزلوا بها و 5 تنختزلوا بها ويبقى لنا 5 على 2 خاصنا نضربوا فيها ان خاصنا نضربوا في 5 على 2 ونديروا العمليه بطريقه اخرى ما تعطينا 3 sur 3 sur 5 ملتيبلي بار 25 سور 6 هي اللي تعطينا 5 على 2 نفس الشيء بالنسبه لهذه العمليه اخرى نفترض مثلا كون كان عندنا هنا واحد اذا شنو هو الرقم اللي تنضربو هذا 5 على 3 وتعطينا واحد ولا الماكس ديال 5 على 3 هو 3 سور 5 ولكن هنا اذا درنا 5 سور 3 ملتيبلي بار 3 سور 5 تعطينا فقط واحد اذا خاصنا نضربو في 4 على 5 اذا نضربو في 4 ونديرو في الاسفل 5 ديال بهاد الحالة تنديرو اختزلنا ب 3 و 3 و اختزلنا ب 5 و 5 و تبقى لينا
4 على 5 غادي نديروا الطريقه بطريقه اخرى. اذا العمليه خاصها كيف غتكون في الاول 5 سور 3 ملتيبلي بار 12 مضروبه في 12 على 25 هي اللي تعطينا 4 على 5. اذا لاحظوا عندنا 5 سور 3 اللي كتبنا هنا مضروبه في 12. اذا كانت عندنا 12 هي 12 هي 3 في 4 بين 3 مع 3 غتمشي غتبقى لنا 4. وهنا عندنا 25 هي 5 × 5 بنحتاجها في 5 5 مع 5 غتبقى لنا 4 5 على 5. وهكذا نكون اجبنا على هذه التمارين. اتمنى ان تراجعوا هذه التمارين وان تحلوا التمارين لوحدكم وان تنتبهوا الى اساتذتكم في القسم وانشروا الفيديو مع اصدقائكم. نلتقي في فيديو قادم ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.